والله احنا بنبكي لما نسمع عن الجمهور الرجاء البيضاوي ورجاء فلسطيني، احنا بنقعد في الدار نبكي كلنا، يعني بالدار انا واولادي ومرتي بنقعد نبكي، يعني بنسمعهم حبيبه يا فلسطين ويا زينة البلدان. بتحس جمهور الرجاء البيضاوي جمهور عالمي، رسالته هادفة، وخاصة انه بيبعت رسائل تشجيع، مش بس تشجيع، بيبعت رسائل لكل شيء، يعني لفلسطين، للحكومات، للشعوب، صراحة احنا منكن لكم كل مودة واحترام، واحنا كتير يعني القدس كلها تقريبا بتشجع الرجاء المغربي، لانه رجاء عالمي وليس مغربي. اذا كان في خمس يعني نصف الشعب الفلسطيني يحب الفريق الرجاء، الوقت الان يعني تقريبا كل الجمهور الفلسطيني يحب الرجاء بعد الاغنيه الرائعه التي غنوها رجاوي فلسطيني. شعور مش طبيعي لما بتشوف اخواننا في الرجاء يعني بيشجعوا فلسطين بشكل عام وبيشجعوا الارض المحتله، فحسينا بالاخويه معهم.